كلام ومبسوطين كسبانين. تعالوا نروح بقى للترند اللي بعد كده، برضو مش هنبعد عن الاهلي، وهو ليه لعيبه النادي الاهلي اللي بيلعبوا ماتش مهم جدا جدا اول حاجه بتيجي في بالهم بعد الفوز ان هم يرفعوا علم فلسطين. والحقيقه يمكن ابرز اللعيبه اللي بيعملوا كده دايما في المباريات اللي بنتابعها هو حسين الشحات، كابتن حسين الشحات بعد احتفاله بالهدف قرر ان هو في ماتش السوبر طبعا قرر ان هو يرفع علم فلسطين، فتعالوا نشوف هو عمل ايه.